غسالة فوق اوتوماتيك بتملى باستمرار، او حتى لو غسالة اوتوماتيك طبعا تيجي وقت الغسل تملى باستمرار وما بتكملش البرنامج. ليه؟ لان طبعا الغسالة لازم تملى المية والكمية المحددة تخلص، وبعدين الغسالة تبدأ تشتغل. لو بتملى مية باستمرار مش هتشتغل، والمية المنسوب بتاعها هيعلى فهتبدأ تصرف المية تاني. يعني لو الغسالة بتبدأ تشتغل تملى مية كتير وتصرف المية، ده المشكلة بيكون في الخرطوم ده. الخرطوم ده يا جماعة هو المسؤول عن الغسالة نفسها، متوصل ب صمام دخول المية او ميزان المية، متوصل بصمام المية علشان لما يملى المية طبعا دي داخلة في الحلة، بيضغط المية هنا فبيعمل هواء فبيقفل المية خلاص وبيبدأ الغسالة تشتغل. لكن لو شغال على طول باستمرار يبقى في مشكلة في الخرطوم كده. أول حاجة لازم نشوفها لو في قطع، كمان لو الغسالة بتملى جزء بسيط من المية وبتبدأ تشتغل فالمية مش كفاية، فنشوف هنا للخرطوم ده لو في قطع أو متشال من مكانه. وحاجة مهمة جدا، لما نفك الخرطوم ممكن يكون الجزء ده اتقفل. طبعا الجزء ده زي ما احنا قلنا متوصل بيه الحلة بتاع الغسيل، بيكون فيه مية، ممكن اي وبر او مسحوق غسيل نشف فيه او اي حاجة سدته، لازم نتأكد ان هو مفتوح. اي حاجة كده ونتأكد ان هو مفتوح، وننفخ كمان في الخرطوم من هنا، ننضفه وننفخ فيه، نتأكد ان مفيش اي عائق فيه، لان ممكن يكون الوبر بتاع الملابس او بتاع الغسيل او اي مسحوق برضو سادد ده، فنتأكد منه. كمان لما نيجي نقفله او نرجعه زي ما كان، نتأكد من اللزق بتاعه او الشمع بتاعه، لو نشف او محتاج تغيير او بناء مية بنحط له اي مادة لزقة خفيفة زي الكلة او اي حاجة عشان تلسقه، او ممكن بكليبس عادي، بس اهم حاجة نتأكد ان هو مفيش اي قطاعات فيه او شروخ ومقفول كويس. ده في حالة لو الغسالة بتملى مية باستمرار، ولما نفصل الفيشة خلاص المية بتبطل. اما لو الغسالة بتملى مية باستمرار حتى لو شلنا الكهرباء منها، ده ما بيكونش العيب هنا، ما نبصش هنا، ده بيكون العيب في الصمام. صمام دخول المية طبعا مفتوح على طول ما بيقفلش، فهو اللي بايظ. ده في حالة لو الصمام، في حالة لو الكهرباء مفصولة ولسه الغسالة بتملى مية باستمرار. أما لو في حالة شن الكهرباء والغسالة بتملى مية أثناء التشغيل يعني، فبيكون هو المشكلة في الخرطوم دوت. بعد ما نتأكد من كل حاجة، لو لسه المشكلة معانا، يبقى ميزان دخول المية فيه محتاج تصليح أو مش واصل له الكهرباء بتاعته. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك.